السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله تكونوا كلكم خير وصحه وسلامه. اليوم راح نتكلم على تتميد التوت. طبعا الرعايه الجيده والتسميد السليم ممكن يحسن من نمو التوت ويجعل الثمار تزهر بكامل جمالها. واليوم راح نتكلم على اهم الامور اللي لازم تعرفوها بخصوص تسميد التوت بطريقه مضمونه وطريقه فعاله. اولا نتكلم عن اهميه التسميد باختصار. طبعا بدايه الموسم يحتاج التوت الى الغذاء الصحيح حتى يقوم بالازدهار وينمو بقوه وايضا تنجح عمليه التزهير. التسميد يوفر للنبات العناصر الغذائيه اللازمه حتى يطور الثمار اللذيذه والصحيه ان شاء الله. لازم نستخدم المواد العضويه للتسميد. قبل بدء في التسميد اختاروا مواد عضويه طبيعيه. ممكن انه تستخدمون مزيج من نقوم العظام، الديدان المتحلله، دقيق العظام السمكي. ايضا هاي المكونات العضويه راح تعزز نمو النبات وتساعده بانتاج الثمار الكبيره واللذيذه. ايضا كيفيه التسميد ببساطه، تنثرون المزيج العضوي حول جذور النباتات. ما تحتاجون الى استخدام كميات كبيره، مجرد الرش بشكل خفيف يكفي هذا الشيء. الهدف هنا انه نوفر القليل من عناصر غذائيه بانتظام للنباتات. ايضا من ناحيه تاثير التسميد على التوت، عندما تقومون بتطعيم العليق بشكل صحيح راح تشوفون نتائج ان شاء الله بوضوح ونتائج سريعه. راح تلاحظون نمو سريع، راح تلاحظون الثمار تكون كبيره ولذيذه، التوت راح يكون كبير ومنتج، وهذا يعود جزئيا الى التسميد السليم. اليوم تكلمنا على اهم الامور بخصوص التسميد. ان شاء الله خصصت فيديو كامل شامل على اهم الجرعات لتسميد التوت، وان شاء الله في الفيديو القادم. مع السلامه.